صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI. أحداث كثيرة تجري في السياسة والأمن، وتتصاعد حدة السجالات بين الفرقاء اللبنانيين في العديد من المواضيع، إلا أن المواطن في هذه الأيام يعيش هموما اقتصادية ومعيشية تبدأ من سلسلة الرتب والرواتب وضرائبها، مرورا بالغلاء الذي يلحقها وصولا إلى الأزمة الكبرى وهي قضية الأقساط المدرسية. وإذا كانت وزارة التربية تجهد مع إدارات المدارس ولجان الأهل من أجل التخفيف من أعباء الأقساط المدرسية، تبقى المدرسة الرسمية سبيلا من السبل المتوفرة من أجل أن يتمكن اللبنانيون من تعليم أولادهم، وهي مدرسة تلقى الكثير من اللبنانيين تحصيلهم العلمي فيها، ولم يكونوا أبدا في الكثير من المراحل أقل مستوى أو إبداعا من تلاميذ المدارس الخاصة، حيث الأقساط تتصاعد سنة بعد أخرى من دون النظر إلى حال البلد وحال المواطنين المعيشية والاجتماعية. ولمزيد من الحديث عن المدرسة الرسمية نستضيف في نهاركم سعيد اليوم مديرة وحدة إدارة ومتابعة برنامج التعليم الشامل في وزارة التربية سونيا خوري، والمسؤول الإعلامي في اليونيسف في لبنان سلام عبد المنعم. أهلا وسهلا فيكم بالـ LBCI. أهلا وسهلا. يعني بداية مع ست سونيا، اليوم شو واقع المدرسة الرسمية في لبنان؟ هل هي بالفعل ممكن تكون بديل عن المدرسة الخاصة؟ يعني منتأمل أنها تكون بديل، بس مش لأنه الأسباب المادية الاقتصادية عند المواطن. منتأمل أنه تكون بديل لأنها خيار متاح أمامهم، لأنه بكتير من الأوقات فعلا في تنافس بين المدرسة الرسمية والمدرسة الخاصة. في كتير أساتذة خاصة بالمرحلة الثانوية بيعلموا بالمدرسة الرسمية، وهن أساتذة بملاك التعليم الثانوي الرسمي وهن بالمدارس الخاصة، وبالتالي أدائهم مفترض يكون متميز إن كان بالخاص وإن كان بالرسمي. وبالتالي هذا الشيء لازم ينعكس على أداء المدرسة الرسمية بأنها تكون عم تنافس المدرسة الخاصة. نعم، من ناحية النوعية، من ناحية الجودة. يعني صحيح أنت مش بس عم تحكي عن مسألة الأقساط، المدرسة الرسمية تقريبا شبه مجانية، يعني مجانية. عم تحكي من ناحية نوعية التعليم ومستوى التعليم. اليوم فينا نعمل مقارنة بين، يعني قلت أنه في نفس الأساتذة، بس هل 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 هالأستاذ بيعطي نفس المجهود بالمدرسة الرسمية؟ لك نتائج الامتحانات الرسمية خاصة بأكد على أنه بالمرحلة الثانوية ممتازة وبتنافس القطاع الخاص. المشكلة هي بالتعليم الأساسي اللي هو مرحلة التعليم الإلزامي المجاني بلبنان، اللي هي من عمر 6 سنين لعمر 15 سنة، يعني من الأول أساسي للتاسع أساسي. فعلا في عنا شوائب، عوائق معينة ممكن تأثر على أداء المستوى بالمدرسة الرسمية ويخليها أقل مستوى من المدرسة الخاصة، وهون دور وزارة التربية بأنها من خلال هالمدراء، من خلال هالأساتذة، أنها تشتغل على حالها حتى تقدر تكون منافسة للمدرسة الخاصة بهيدي المرحلة. في مشاكل بتتعلق بالبنى التحتية، في مشاكل بتتعلق بالتجهيزات المدرسية، خاصة التجهيزات اللي هي أشياء تطبيقية للي عم يتعلموه، فعلا في نقص فيها، وعم نشتغل على حالنا من ناحيتها ومن ناحية تدريب الأساتذة حتى يقدروا يكونوا عم بيأدوا ما يحتاج إلى التلميذ بهذا المجال. مين بيراقب يعني الأداء في المدرسة الرسمية؟ مين بيراقب ما تحتاجه هذه المدرسة الرسمية؟ مين بيجي بيقول أنه والله أوكي في وزارة التربية وبتحط له في موازنة لها لوزارة التربية، بس مثل ما قلت بالآخر هذه المدرسة بحاجة لتقنيات، هذه المدرسة بحاجة لسبل عديدة يعني لتأمين التعليم للطلاب اللي هني موجودين فيها. حتى بالفعل يصير يقول المواطن أنه أنا بدل ما أروح على مدرسة خاصة خليني أروح على مدرسة رسمية. على كل حال نحكي عن عدد الطلاب بالمدارس الرسمية، بس اليوم مين بيتولى كل هذه المهمة؟ هل هي فقط ملقاة على عاتق وزارة التربية، أو أنه لا في بعدين يعني كمان ناس بيساعدوا بهذا الموضوع؟ أول شيء بالأساس ملقاة على وزارة التربية من خلال المناطق التربوية اللي موجودة بكل المحافظات. وبالتالي أول مسؤولية هي على الأستاذ نفسه، على إدارة المدرسة اللي هو موجود فيها، وبالتدرج بتنتقل إلى أعلى منطقة التربوية كرئيس منطقة وجهاز عم يساعده، وزارة التربية من خلال المديريات المعنية، وأيضا إلى جانب وزارة التربية من خارج الوزارة في عنا التفتيش، التفتيش المركزي من خلال تحديدا التفتيش التربوي اللي موجود بقلبه. للأسف كان عديد المفتشين التربويين قليل، وفي مسعى هلأ حتى يكون في زيادة بالعدد حتى يقدروا يغطوا كل المدارس الرسمية، وبالتالي يغطوا أيضا المواد اللي موجودة، لأنه المفتش بيفوت على المدرسة وبالتالي بيراقب أداء الأستاذ من خلال زيارة ميدانية بقلب الصف للمادة اللي عم بيعلمها. إذا بتحسوا فعلا في اهتمام رسمي بالمدرسة الرسمية من قبل مين؟ قبل الحكومات. ما في شك أنه الموازنة أقل من ما بتستحق أو بيستحق التعليم. أقل بكتير. يعني إذا بدنا نحكي عن الموازنة، كانت من بعشرات سنين لورا كانت تشكل 17% من الموازنة العامة
للدولة. للأسف هلأ ما بتتجاوز 7.7 من الموازنة. يعني بدل ما نقدم لقدام نرجع لورا. مظبوط للأسف. واللي مؤسف أكتر أنه غالبية يعني فينا نقول 90% من هال7.7% من موازنة الدولة بيروحوا معاشات أساتذة، وبالتالي ما عم بيكون في عنا إمكانيات مالية ومادية حتى نطور. بس ما في شك أنه في أوقات ديناميكية المدير لها كتير تأثير، لأنه انفتاحه على المحيط، انفتاحه على السلطات المحلية، على البلديات، عم يقدر يجيب للمدرسة تجهيزات وتقنيات حديثة ومتطورة، وعم يشتغل على تقدمها. أكيد هيدي مبادرات فردية، ياريت بتتعمم، ياريت بتتمأسس أكتر حتى يكون في إنتاج أكتر. بس أنه بالآخر بدل ما هالحكومة اللبنانية تحط أموال على أمور يعني لا يستفيد منها عامة الناس ولا يستفيد منها عامة الشعب ولا يستفيد منها الطلاب، الأفضل أنه يوسعوا موازنة وزارة التربية ويخففوا موازنات أخرى. هلا ما بعرف بالمقارنة، ما في أجزم بأنه وزارة المالية ما عم تعطينا حقنا لأنه عم تعطي لوزارات أخرى ما لا يحق لها. لا، بعتقد أنه كل وزارة مفترض وزارة المالية تعطيها ما يمكن أن يعطى لها. في ظل بحاجة للمزيد مشان التطور، مشان رفع مستوى المدرسة. أكيد نحن مؤخرا وبسبب الأزمة بسوريا عم نتكل على المساعدات اللي بتجينا من المجتمع المدني حتى نقدر نأمل تجهيزات اللي هي تحصيل حاصل تتأمن للمدرسة الرسمية من ناحية المقاعد والكراسي. يعني هون هلأ في معنا أستاذ سلام عبد المنعم يلي هو المسؤول الإعلامي باليونيسف، أنتوا عم بتساعدوا المدرسة الرسمية بلبنان؟ بالتأكيد، أن جزء أساسي من التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي هو مثل ما تفضلت سونيا، دعم كوادر، دعم مؤسساتي، بالإضافة إلى توفير ما هو يجب توفيره لبدء السنة الدراسية من مقاعد، تأهيل لمدرسة، للقرطاسية اللازمة، وأجور التسجيل باختلافات. ولكن الحقيقة مثل ما تفضلت، كون التعليم هو جزء أساسي وحق أساسي لكل الأطفال بغض النظر الجهود اللي تقوم بها وزارة التربية لفتح أبوابها لأكبر عدد من الطلاب إذا كانوا لبنانيين أو غير لبنانيين يشار إليها. فلهذا السبيل الوحيد حاليا لدعمهم هو بتوفير المادة، ولكن الأمد الطويل الوحيد هو الدعم المؤسساتي ودعم الكوادر المهنية، وأيضا الدعوة مع الحكومة من أجل توفير الميزانية اللازمة لدعم المدارس الرسمية لتصل إلى المستوى اللي إحنا كنا نبغي أن تكون فيه. طيب أنتوا كيونيسف يعني قديش حجم المساعدة اللي بتقدموها؟ هل هي فقط مساعدات عينية؟ البرنامج اللي تشتغل عليه اليونيسف مع وزارة التربية هو تحت استراتيجية عامة وزارة التربية تقودها. بحدود المبالغ خلال السنوات الماضية هي تصل إلى حدود 300 مليون دولار، ولكن 300 مليون دولار تتوزع على محاور متعددة. خلينا نوضح، مشروع رئيس هو وصول التعليم لجميع الأطفال. نعم. هيدي الخطة الاستراتيجية اللي وضعتها وزارة التربية أول الأزمة السورية وأخذ مجلس الوزراء علم فيها، كانت بوقتها قيمتها على مدى 3 سنوات 2014-2016 600 مليون دولار. للأسف ما وصلنا منهم إلا أقل من النص. هول البادجت أو الموازنة تبعيت هذا المشروع بتتوزع على 3 مجالات: مجال الالتحاق، مجال النوعية، ومجال تقوية النظام بحد ذاته لوزارة التربية تقدر تواكب بعدين لاحقا حتى من بعد انتهاء الأزمة. بس في سؤال هون. نعم. اعتراض، يعني هذا البرنامج يستفيد منه النازحين السوريين كنازحين ولا تستفيد منه وزارة التربية كوزارة التربية؟ كوزارة التربية، هذا كان مسعى وزارة التربية. أول ما بلشت الأزمة كانت أي مساعدة تيجي تنفصل أنها تكون للسوريين. نحن رفضنا هالشي، حتى القرطاسية اللي كانت تتوزع على التلميذ كانوا يجوا يقولوا بدنا نوزعها على غير اللبنانيين، رفضنا، اللي قالوا التلميذ اللبناني محتاج بقدر ما محتاج التلميذ غير اللبناني، وبالتالي إذا بدي وزع حقيبة مدرسية بدها تكون لكل الناس، إذا بدي وزع قرطاسية بدها تكون لكل الناس، إذا بدي وزع فيول مادة المازوت للمحروقات، ما معقول اجي شوف المدرسة اللي فيها نسبة سوريين أكتر وزع لها والمدرسة اللي ما فيها سوريين ما وزع لها. جينا عملنا معايير موحدة لكل الناس حتى المدرسة الرسمية هتكون عم تستفيد بغض النظر مين المنتسب لها. البادجت بال 2016 كانت مثل ما قلت على 3 سنين 2014-2016. ريس 2 أو الخطة بالمرحلة الثانية اللي عملناها هي على مدة 5 سنوات 2017-2021، حاطين موازنة سنوية لهذا المشروع 350 مليون دولار بالسنة.
كمان السنة الماضية. هم بيجوا مصاري من دول منحة؟ من دول منحة متعددة. هو الحقيقة الدعم الدولي اللي عم بيصير والتركيز على موضوع التعليم في لبنان هو الفضل يعود إلى ما قامت به وزارة التربية من التوفير القدرة، توفير المقاعد، فتح أبواب المدارس، لهذا استجابة المجتمع الدولي بحدود من أجل دعم هذه الاستراتيجية. ولكن الحقيقة هي الاستمرار توفير هذا الدعم المادي هو جهد كبير من الحكومة اللبنانية، جهد كبير من المؤسسات والمنظمات اللي عم تشتغل مع الوزارة لجلب هذه الموارد، لأنه العجز بالميزانية لهذه الاستراتيجية هو يأثر على إمكانية توفير الوزارة حقيقة لفرص تعليم مش بس اللبنانيين، لأنه لا ننسى أنه مثل ما تفضلت سونيا الهدف الأساسي هو توفير التعليم للأطفال بلبنان. ما ممكن نفصل بين أنه الدعم فقط يجي للاجئين السوريين وننسى حقوق الطفل في لبنان بشكل عام. فالاستمرار هذا الدعم صرنا هلأ السنة الثالثة اللي عم نشتغل بها مع الوزارة على هذا الموضوع هو جهد كبير مستمرين فيه هم من يوم اللي يبدأ التسجيل للسنة الجاية تبدأ الدعوة لتوفير هذه الموارد. ذكرت موضوع التقديمات اللي بتجينا إذا كانت عينية ولا مادية. أول شيء بدنا نقول أنه كل شيء بيتعلق بتسجيل التلاميذ بالمدرسة، نحن بما أنه تعليم إلزامي مجاني نحن ما بناخد من أي تلميذ بالمبدأ، لأنه وزارة المالية هي اللي بتغطي هالكلفة المباشرة. ولكن لما إجا هالقد أعداد من غير اللبنانيين ما بقى فينا كموازنة وزارة التربية، وزارة المالية تعطينا مصاري حتى نغطي عن غير اللبنانيين أيضا. مشان هيك بتجينا مبلغ من المال عبارة عن 160 دولار عن كل تلميذ غير لبناني، هولي مباشرة بيروحوا للتلميذ بيروحوا للمدرسة حتى المدرسة كلفة تشغيلية لا 160 دولار، 60 دولار لمجلس أهل و100 لصندوق المدرسة. عن غير اللبناني كلهم بيجوا من المنظمات. عن اللبناني ال100 دولار وزارة المالية بتدفعها، 60 دولار كمان عم ناخدها من المنظمات حتى نريح الاهالي حتى ما يدفعوا ولا ما بيدفعوا شيء. التلميذ فوت على المدرسه ما بيدفعوا لليوم. الكتب المدرسيه بيدفع الكتب المدرسيه لمرحله التعليم الالزامي كمان ما بيندفع. كنا بمرحله من المراحل وزاره الماليه عم تامنها. لما صار خطه ريس طلبنا منهم انه هن يامنوها لللبناني ولغير اللبناني وبالتالي هي مساعده لنا. هيدي كلها بتجي كاش. والكوستيم لا ما في كوستيوم. في كوستيوم هو عبارة عن شيء بسيط، يمكن يكون بنطلون أو جينز لون غامق مع قميص لون معين بنحط عليها بول أو شيء. وبالتالي مش ضروري يوجهون على محل معين وممنوع يوجهون على محل معين بشرائهم، إنما يكفي إنه يعطون شو هي مواصفاتهم. اللي بدي أكد عليه إنه اللي بيجينا بشكل نقدي هو مساهمة الأهالي بصندوق المدرسة أو صندوق مجلس الأهل وبتروح مباشرة على المدرسة. الكتب المدرسية بتروح مباشرة من عنا على المدرسة لأنه المدرسة بتكون دفعت حقها بأول سنة وأمنتها للأولاد وبالتالي نحن بنأمن لها استعادتها. اللي بيجي غير نقدي عيني هو مثلا ترميم المدارس، بيقولوا لنا عنا إمكانية نرمم 10 مدارس 20 30 100. بنحدد نحن في ضوء زياراتنا الميدانية من قبل المهندسين على المدارس شو حاجتها وبنرفع لوايح فيهم، هن اللي بيعملوا المناقصات وبيعملوا أعمال الترميم ونحن بنواكبهم بالمراقبة. كتير منيح هودي كتير منيح. اليوم بيبقى مسألة المستوى التعليمي بهذه المدرسة، يعني الناس بهمة إذا هذا المستوى التعليمي عم يتطور وخصوصا بالتعليم الابتدائي لحتى تشوف هيدي الناس إذا والله في الفعل هي بتجي بتقول أنا صار عندي خيار تاني متاح قدامي واللي هو المدرسة الرسمية، أنا بأخذ ولادي حطهم من المدرسة الرسمية لأنه صار مستواها صار مستوى مقبول. اليوم قلتي أنه في شوية مشاكل في شوية صعوبات بهذا الموضوع، يعني ما في أي تحسن طبعا بيصير؟ لا أكيد في. أول شيء منهجنا قديم وحاليا عم نشتغل على مناهج جديدة تفاعلية متطورة بتحاكي فعلا حاجات الولد وبالتالي بتكون تفاعلية حاجة تطور التعليم يعني. 100%. فأول شيء لما هالمناهج الجديدة رح تنحط حكما رح يواكبها تدريب للأساتذة على هالمناهج الجديدة وحكما لازم يواكبها تأمين تجهيزات تقنيات معينة أكيد كمان بتحاكي هالمناهج الجديدة. هاي الورشة اللي عم نشتغل عليها خلال المرحلة القادمة واللي نحن قدرنا أمننا تمويل لها من البنك الدولي بفوائد كتير كتير قليلة.
هيدا موضوع المناهج. موضوع زيادة كمان على موضوع النوعية، لأنه هو جزء من خطة ريس أنه يكون في عنا نوعية جيدة، هي هالمرشدين التربويين اللي بيزوروا المدرسة وبيعطوا النصح والإرشادات للمعلم حول كيفية أدائه، وبالتالي هيدي كمان إلها تأثيرها على أداء الأستاذ، لأنه إذا عنده ثغرات معينة مباشرة بيتم الإضاءة عليها من ناحية إذا كان في إشراك للتلاميذ خلال الحصة الدراسية، إذا كان في تلقين ولا إذا كان في وسائل حديثة ومتطورة من ناحية تقسيم الصف لمجموعات، من ناحية مشاركة الأولاد بطريقة أكتر بأنهم يتعلموا بنفسهم أكتر من أنهم يتلقوا شو بيستعمل وسائل، بس اللوح بيستعمل، بس بيقعد بيقرأ، ولا في وسائل بسيطة ولكن ممكن تخلي هالولد يتفاعل مع هالطريقة التعليم. هي كلها المرشد التربوي بيقدر يضوي عليها ويعطي النصح بشأنها، النصائح بشأنها. وإذا كان في شغلات خارجة عن إمكانياته بيرفع تقارير حول شو هي الحاجات للمركز التربوي للبحوث والإنماء اللي هو بيقوم بعملية التدريب. وبالفعل بالإضافة لما يجري في داخل المدرسة، جزء من الدعم أيضا يذهب لدعم الطلاب للاستمرار في الدراسة، لأنه إحنا يهمنا كثير أيضا أنه إذا لاقى الطالب صعوبة في الصف يكون هناك دعم خارج الصف، في داخل الصف، خارج الـ اليوم الدراسي لاستمرار بالمدرسة، لأنه خوفنا من ترك المدرسة تسرب يعني بالضبط، أن يتركوا المدرسة لصعوبة الدرس، لعدم تفهم للدرس. فتحت مظلة الوزارة أيضا هناك برامج موازية اللي تساعد الطلاب والأهالي لاستمرار الدراسة في المدرسة، هذه أيضا ضمن الاستراتيجية 100%. نحن مسمينه retention support، بمعنى دعم حتى الولد يبقى بقلب المدرسة. وعنا يهون على نوعين، نوع خلال العام الدراسي من خلال الفروض المنزلية اللي بنساعد التلميذ على أنه يقدمها، هيدا بيصير من بعد دوام التدريس، وبيطال لبنانيين وغير اللبنانيين وفق معايير، يمكن تكون هالمعايير هي معدل الولد بمادة معينة أو معدل العام للولد خلال الفصل الأول أو خلال الفصول من أول السنة، وأيضا من خلال المدرسة الصيفية، لأنه خلال الصيف كمان بنفتح المدرسة تقريبا شي 8 أسابيع أو 9 أسابيع حتى نعطي للولد برنامج دعم عن السنة السابقة، لأنه كان في عنده تقصير بمادة معينة، بلغة معينة، بأدائه بشكل عام. لا، الإقبال على هذه البرامج أيضا رائع، لأنه بحدود 22-25 ألف طفل خلال السنة الماضية في برنامج المدرسة الصيفية شاركنا. اليوم قد في طلاب بالمدرسة الرسمية؟ إذا بدي أقول لبنانيين فقط بحدود 260 ألف ولد، 260 ألف طالب بالمدرسة الرسمية، نعم، من بين الصف الأول الحضانة أو ما يسمى الروضة لحدين الصف الثالث ثانوي، 260 ألف. ده بشكله من تقريبا الثلث. الثلث. نعم. تقريبا يعني بالمدرسة التلت. يعني بالمدرسة الخاصة في بحدود 700 ألف. أقل شوي من 600 وشوي. إذا بدي فوت عليهم أيضا غير اللبنانيين واللي هندي كتار، ومش بس بسبب الأزمة. عنا فلسطينيين، في عنا عراقيين، وفي عنا سوريين أيضا، وفي عنا من جنسيات أخرى منهم كتار. نوصل لل 440 ألف. يعني الطلاب يعني مش لبنانيين بيوازوا عدد اللبنانيين بمرحلة التعليم الأساسي، نعم. بس خلينا نكون واضحين أيضا أنه الطريقة الاستراتيجية والعمل الوزارة أيضا يضمن عدم فقدان لأي طفل لبناني حقه في مقعده، بتوفير الأولوية للأولوية، فبتوفير نظام الدوام الصباحي والدوام المسائي، أنه نضمن التسجيل يكون للأطفال اللبنانيين بالدوام الصباحي، وابتدأ حاليا يلحقه التسجيل للأطفال الغير لبنانيين في الدوام المسائي. فهذه كمان مهم أنه يشار إلها، لأنه لا يمكن أنه نأخذ حق أي طفل في التعليم، وبهالطريقة قدرت وزارة التربية أنه توازن بين الضغط الكبير اللي صار على أنه مضاعفة تقريبا الحجم استيعاب المدارس، ولكن وفرت هذا المجال. الأولوية للبناني بالدوام الصباحي، ومنعطي الأولوية بالتسجيل خلال أيلول، من أول ما بلش التسجيل بأول أيلول لنفترض فور انتهاء العطلة، عطلة العيد، لحدين 18 أيلول اللبنانيين لهم الأولوية، وممنوع تسجيل أي تلميذ غير لبناني. بيجي التلميذ غير اللبناني من بعد 18 أيلول، في ضوء القدرة الاستيعابية المتوفرة بيتسجل، ما في قدرة استيعابية متوفرة ببلشوا يعملوا waiting list حتى نحولهم على دوام بعد الظهر اللي أنشئ خصيصا من بعد الأزمة. عظيم، رح ناخد أول بريك علينا ومنتابع نهاركم سعيد.
يمكن شفنا مدرسة إبلياس هون. نعم. أي شو الهدف من من من؟ هاي السنة صار في ترميم ل 140 مدرسة بتعطي مرحلة رياض الأطفال. الروضة الأولى والثانية والثالثة. يعني أول ما يفوتوا الأولاد على المدرسة. مزبوط. عمر 3 سنين للخمس سنين. وبالتالي وزارة التربية حابة تشجع كتير الأهالي وتفرجيهم شو هي المدرسة الرسمية وشو هي منشآت المدرسة الرسمية حتى يعرفوا الأهل إنه أولادهم بأمان، أولادهم في سلامة محيطة فيهم، وبنفس الوقت في أساتذة رح يهتموا فيهم بتنافس أي مدرسة أو مؤسسة عم تستقبلهم بهذا العمر. أنت بصيروا كل المدرسة الرسمية هيك يعني؟ لما بيكون في دعم مادي، لما بيكون في اهتمام. يعني يوسف هون كمان دورهم أساسي بهذا الموضوع. إحنا طبعاً إنه هدفنا يعني نفتخر بأنه نعمل مع وزارة التربية على الوصول لكل المدارس لهذا المستوى الرائع، وتوسيع وصول الدراسة أو التعليم المجاني للفئة العمرية الصغيرة أيضاً مهم، لأنه لما يدخلوا صغار يستمروا معنا بالتعليم. ولكن الشغل اللي هو حيكون متعب إذا كانت الحكومة اللبنانية الوزارة أو المنظمة الدولية هو استمرار الدعم المادي للوصول بهذا المستوى إلى كل المدارس. كيف بدك تقنع الناس أنه يجوا يودوا أولادهم مؤسسة عمرهم 3 سنين ليفوتوا على هاي المدرسة الرسمية ويبلشوا يتعلموا فيها ويكملوا دراستهم بالمدرسة؟ يعني وجودنا هلأ معك هو كرمال حتى نجرب نقنع الناس. نحن عملنا حملة دخول إلى المدرسة أو العودة إلى المدرسة لهي السنة، واستقصدنا تكون موجهة للبنانيين بمرحلة أولى. أوكي. وبالطال كل شريحة المجتمع بغض النظر عن أوضاعهم الاقتصادية، لأنه عندنا ثقة بالمدرسة الرسمية وحابين نعزز هالثقة من خلال توعية على أهمية المدرسة الرسمية بحالتها اللي نحن عم نشتغل عليها. هون لابد من الإشارة لأنه هول 140 مدرسة هن ترمموا بموجب قرض من البنك الدولي موجود بين إيدينا، وبالتالي نحن عم نجرب نستفيد من أي مساعدة عم تتقدم لنا أو من أي إمكانية قرض بفوائد ميسرة أو سهلة حتى نأمن بيئة حاضنة جيدة لهذا الولد. يعني اليوم حضرتك بالمجتمع والأستاذ كمان إذا بتعرف ناس لبنانيين التقيتوا فيهم عم تحكوا عن مدارس، بتشجعون لحتى يودوا أولادهم على المدرسة الرسمية؟ أكيد بنشجعون، بس كمان بنقلهم إيه نحن بنعترف أنه في عنا معوقات معينة بتمنعنا من أنه ببعض مراحل التعليم مثل مرحلة التعليم الأساسي مثل ما قلت لك. بس اللي أنا بأكد عليه أنه مرحلة رياض الأطفال نحن هاي هي منشأتنا وهي هي مدارسنا ببنيها التحتية وتجهيزاتها، عم نشتغل عليها تتكون هيك، عم نشتغل على الأساتذة حتى يكونوا أيضا عم بيأمنوا الجو الآمن والسليم. يعني عندهم الاختصاص الأساتذة اللي بيجوا على رياض الأطفال؟ ممنوع يكون إلا عندهم الاختصاص. ممنوع يكون إلا عندهم الاختصاص رياض الأطفال. اختصاص يمكن يكون تربية حضانية، يمكن يكون تربية مختصة، يمكن يكون علم نفس مختص اتسترا، وبالتالي لازم يكون عندهم هذه المجالات حتى يعرفوا يتعاملوا مع هذا الولد. وهون اهتمام وزارة التربية لهذا العام الدراسي والأعوام القادمة بهذا المرحلة العمرية. وبعتقد لبنان متقدم عن غيره، لأنه لبنان بيعترف بمرحلة رياض الأطفال بثلاث سنوات دراسية، 3-4-5 عمر، بينما كل الدول المجاورة وحتى الدول الأوروبية والأمريكية عمر 4-5 سنين. نحن بنستقبل الولد بالمدرسة الرسمية من عمر 3، وبنسعى أن تكون هاي المرحلة إلزامية إن شاء الله. يعني كيونيسف بتشوفوا التعاون مع وزارة التربية اللبنانية إنه عم يؤتي ثماره، عم تشوفوا إنه بالفعل في تقدم بهذا المجال؟ إذا نطلع على السنتين الماضية وارتفاع عدد الأطفال اللي عم بيسجلوا بالمدارس الرسمية، هذا الشيء بالنسبة إنه رائع، إنه نستقطب مش بس لأغراض اقتصادية ولكن أيضا لتحسن البيئة التعليمية، لتحسن الكادر التعليمي، عم نستقطب المزيد من الأطفال، مش بس الأطفال غير اللبنانيين ولكن أطفال اللبنانيين أيضا. ولهذا كان ثقتنا بحملة هذه السنة بالتركيز على الأطفال اللبنانيين هي أيضا احنا واثقين فيها، لانه عم بنشوف انه مش بس الوزارة عم تتعاون معنا ولكن ما الموارد اللي عم تجي من الدول المانحة تصل الى نتائج حقيقية. انه لما يرتفع عدد تسجيل الاطفال بالمدارس الرسمية، الاطفال اللبنانيين وغير اللبنانيين عم يرتفع هذه الارتفاعات، ورأى حنصل السنة القادمة إلى 465 ألف طفل في المدارس الرسمية. هذا رقم رائع، هذا هدفنا طبعا أنه نصل لهذا الرقم اللي هو حيكون تقريبا نص لبنانيين نص غير لبنانيين. فهذه الثقة وهذا المجهود اللي عم نشوفه من قبل الوزارة بالتأكيد يشجعنا على الاستمرار على هذا التعاون المشترك معهم. طيب ستسوني، يعني كمان في ناس بيقولوا أنه يمكن التلميذ يلي بيفشل بالمدرسة الخاصة بيقوم بيروح على المدرسة الرسمية.
لا بالعكس، نحن عنا ثقة بأنه مستوانا جيد كتير، جيد جدا، وبالتالي بالعكس بالمدرسة الخاصة مثل ما بنقول بالجامعة اللبنانية هي جامعة صعبة وبدك تشتغل على حالك تتنجح، بينما بالجامعات الخاصة أحيانا في متابعة دورية وبالتالي أنت دافع حق قصتك ومش رح تسقط بنفس الوتيرة. نحن بنآمن بأنه بالمدرسة الرسمية فعلا عم ينشغل على الولد وعم ينعطى المعدل اللي بيستحقه الولد، بينما بالمدرسة الخاصة في بعض المدارس الخاصة ما بقدر أعمم، ولكن في بعض المدارس الخاصة العكس صحيح، يعني اللي حضرتك قلته بينطبق عليها. وبالتالي إذا موجود بمدرسة خاصة أنت ضامن نجاحك وضامن أنك تاخد إفادة نجاح. نحن يستحيل نعطي إفادة نجاح للتلميذ رسم، يستحيل. بالوقت اللي أوقات بيجينا إفادة نجاح من تلميذ جاي من مدرسة خاصة بنعمل له امتحان دخول ببين انه لا راسب، واذا طلبنا يمكن امتحان دخول بيفوت على مدرسه رسميه. كل تلميذ بيجي من مدرسه رسميه تينتقل على مدرسه رسميه ثانيه بيفوت اهله وسهله فيه، ولكن اذا كان مدرسة رسميه لرسميه بيفوت بلا امتحان. يعني مزبوط، لانه بنعرف مستوى المدرسه الرسميه وبنعرف شو هي الشروط على اساسها عم يحصل على الافاده، ولكن اذا جاي من مدرسه خاصه الزام يخضع لامتحان دخول. طيب. واذا نجح بامتحان الدخول بيفوت، اذا لا بيعيد صفه. في بعض المواطنين عم يسألوني عن الأقساط بالمدارس الخاصة. نعم. إنه بعضهم ما وصلوا لحالهم، مدري شو بدهم يعملوا، مش عارفين حالهم شو بدهم يعملوا. أنا موضوع الأقساط مني أنا المسؤولة عنه بوزارة التربية، ولكن أنا بقدر أقول إنه المدرسة الرسمية مفتوحة أبوابها حتى للولد اللي ما معه إفادة من مدرسته الخاصة لأسباب مادية. ليه؟ لأنه في تعميم من وزارة التربية بيقول إنه إذا في مشاكل مالية بين المواطن وبين المدرسة الخاصة وهذه المشاكل عالقة وتحول دون حصوله على إفادة مدرسية بتخوله يتسجل في مكان آخر بمدرسة رسمية مثلا، بيروح على المجالس التحكيمية. مجالس التحكيمية بمجرد يقدم طلب عنده بيعطوه ورقة، هيدي الورقة بتخوله أنه يتسجل عنا بالمدرسة الرسمية. مجالس الأهل قداش دورة أساسي بالمدرسة الرسمية؟ في محلات أول شيء عندها دور وعندها قرار بنظمها وانتخابات بتفوت فيها وعندها موازنة خاصة فيها. أوكي. كل هولي موجودين، قدي هن الأهل حابين يكونوا مندمجين وحابين يكون لهم دور هون بيقع عليهم. أنتوا بتشجعون؟ أكيد بتشجعون. أكيد هذا جزء أساسي من العمل في مع كل حملة ثلاث سنين الماضية وهالسنة كمان بالذات، الوصول إلى الأهالي، إنه من بدء شهر شهرين قبل بدء التسجيل إحنا نوصل للأهالي نحكي معهم نسأل سجلتوا هالسنة، حتسجلوا هالسنة، سجلتوا السنة الماضية، نطلب منهم أيضا إنه يكونوا جزء فعال في تعليم أولادهم، لأنه بدون استجابتهم لتعليم أولادهم والعمل مع المدرسة على تخطي الصعوبات وغيرها صعب يستمر الطفل بالدراسة. فإحنا يعني نقدم كل ما ممكن نقدمه لإعطاء الأهل الإحساس بأنه يجب أن يشاركوا بالتعليم أطفالهم وبالمدرسة ذاتها. هم طبعا عادة مرحب بهم ضمن المجالس التربوية للأهل. بس في موضوع كتير مهم، هو في مشاريع بتجينا كرمال دعم مدرسة، نشاط بدها تعمله المدرسة، هذا النشاط لا يتم الموافقة عليه إلا إذا كان في ضوء رؤية كاملة بين الأهل، بين التلاميذ، بين الأساتذة، بين الإدارة. وبالتالي الأهل لهم دور بقلب المدرسة الرسمية، أكيد ما لهم دور لناحية التدخل بإذا عم نعطي فروض زيادة ولا عم نعطي دروس أقل ولا هيدي المواضيع ما لهم حق فيها، ولكن الموضوع العام عن المدرسة الرسمية وشو ناقص المدرسة وشو بحاجة تتطور حالها، بالعكس مرحب فيهم الأهالي حتى يعطونا آرائهم، وبالعكس منستفيد أوقات كتير من آرائهم. في حدا من جنسية كرامتي بيقول إنه المدارس الرسمية لا تستقبل طلبات أولاد الأم اللبنانية لتسجيل أولادهم، مزبوط هذا الشيء؟ مش لا تستقبل، إنما بما أنه الأولوية هي للتلميذ اللبناني اللي هو من أب لبناني، للأسف طالما التلميذ اللي هو من أم لبنانية لازال يعتبر غير لبناني، مشان هيك ما عنده الأولوية. ولكن بالسنوات السابقة كنا نعطي لما بنبلش بغير اللبنانيين بتسجيلهم كنا نعطي الأولوية للي هي من أم لبنانية، وهالسنة رح نرجع نعمل نفس الشيء لما بنبلش نستقبل غير لبنانيين من بعد 18 الشهر، رح نقول إنه الأولوية هي للي من أم لبنانية، الأولوية للي هن صار لهم بالمدرسة الرسمية ما يزيد عن عدد سنوات معينة، اللي هن موجودين من قبل الأزمة لأنه هن أوريدي موجودين بقلب نظامنا التعليمي، فرح نعطي هيك أولويات. وإذا بقي مقاعد شغرة
أهلا وسهلا بكل من يحب الالتحاق بالمدرسة، وإذا ما بقي أبوابنا مفتوحة لغير اللبنانيين تنفتح دوام بعد الظهر. بس بأكد على أنه دوام بعد الظهر منه في كل مدارس لبنان، بأقل من ربع مدارس لبنان. قديش في مدرسة رسمية بلبنان؟ 1265 هالسنة في عنا كم مدرسة رح تفتح كمان جديد. 1265. طب كمان ما بمحل من المحلات بيجوا بيقولوا أنه في مدارس رسمية فيها 20 أستاذ وفيها 7 تلاميذ؟ لا مش هالقد، مش هالقد، مش هالقد اكيد. ليك حسب وين تمركزهم. لما انا بدي احكي ببيروت اوكي، الصفوف معمره بطريقه انه الصف يساع 30-35. لما انا بدي احكي بمنطقه جبليه معينه، اول شيء نحن بدنا الاهالي يضلوا فيها، وبالتالي مستعدين نفتح مدرسه فيها حتى لو كان عدد التلاميذ اقل. لانه ما فيني انا من دوما وتنورين اجي اقول لهم سكروا المدرسه الرسميه لانه انتوا بس 50 تلميذ، نزلوا على البترون. ما نحن بدنا نشجع الناس حتى تبقى بمناطقها وتبقى بأشغالها الزراعية اللي هي عم تقوم فيها، وبالتالي في محلات فيها. ولكن وزير التربية الحالي أستاذ مروان، وزير التربية السابق أستاذ الياس وصعب، كمان بنفس الوقت اثنيناتهم أكدوا على أنه المدرسة اللي فيها تحت عدد مسموح فيه اللي هو مبدئيا 75 تلميذ، خلينا نشوف وضعه وندرسه. إذا كان بمنطقة مثلا مناطق العودة اللي صارت بالشوف، ما فيك اليوم تجي من بعد ما شجعت الناس على يرجعوا على قراهن تجي تقول في مدرسة فيها 40 واحد و50 واحد تقعد نسكرها. لا، منشتغل على أنه نطورها، نعزز ثقة الناس فيها حتى الناس ترجع عليها، وبالتالي تقدر ترجع تلتحق فيها. بس ما عنا حالات فيها 7 تلاميذ و20 أستاذ. التطور عم بيكون على مستوى كل مدارس الرسمية بلبنان، أم أنه في مناطق عم تأخذ أكثر من غيرها، يمكن بحكم وجود يمكن عدد نازحين سوريين أكبر موجود في هذه المناطق؟ بالتأكيد العمل الدعم المؤسساتي هو يشمل الكوادر التعليمية والمؤسسة التعليمية بكل لبنان، هذا بغض النظر. ولكن أيضا الاعتراف يجب أن يكون للمدارس اللي يصير عليها الضغط الإضافي. فبالتعاون مع وزارة التربية وبمعرفتهم بوضع المدارس المختلفة، ممكن أنه نقدم دعم يركز على المدارس اللي يكون فيها من ناحية ترميم المدرسة، اللي يكون فيها دوام بعد الظهر، حتى نساعد هذه المدارس، نساعد هذه الكوادر التعليمية على احتمال هذا الضغط الإضافي. وأحب مرة تانية أكرر اللي كررته ست سونيا، أنه تقريبا أقل من ربع المدارس الرسمية هي عليها هذا الضغط الإضافي. لأنه نسمع كثير من الأهالي أنه الضغط الإضافي هو يسبب أنه نوعية التعليم تصير أسوأ، تركيز الأساتذة يقل، ولكن الحقيقة هذا لا يشمل كل المدارس الرسمية، هذا فقط ربع من المدارس. قديش كلفة الطالب بالمدرسة الرسمية؟ إذا بدنا نحسب كل الكلفة بتطلع بال $1,500. $1,500 سنويا؟ نعم. يمكن تغلى شوي بمرحلة التعليم الثانوي لأنه الأساتذة بيكون عندهم اختصاص أكتر، وبالتالي سلسلة رواتبهم مختلفة. يعني بتوصل بحدود $2,000 ممكن، ما بتتخطى الألفين خاصة. يعني وقت مدرسة خاصة بتأخذ أسطات 5 ملايين و6 ملايين، يعني عم تاخذ اكثر من الكلفه؟ أكيد. ولا انه لا اكيد اكثر من الكلفه، اكثر من الكلفه اكيد، لانه بالمرحله الثانويه عم اقول لك اساتذتنا نحن بيعلموا بالمدارس الرسميه. اوكي، هلا اكيد في متابعه اكثر من المدارس الخاصه، يمكن مشان هيك بيصير في تشغيل للاستاذ بوتيره اسرع لانه في متابعه. بس اليوم كمان الواحد بس بالمتابعه بده يشتغل منيح وبده يكون منيح، ما في شيء من ذاته بينبع بخليه يكون عن جد عم يعطي. كمان هون عليكم مسؤولية أنتم كوزارة التربية أنه تخلوا هذا الأستاذ بالفعل يلتزم، مثل ما بيعلم بالمدرسة الخاصة يعلم بالمدرسة الرسمية. ايه أكيد هيك لازم. ومنتحمل مسؤولية إذا كان في تقصير. في مديرين بيتابعوا للآخر وبالتالي بيقترحوا عقاب، عم يتقاضى معاش هو. ايه أكيد، ويمكن معاشه أكثر من معاش عم يتقاضى بالمدرسة الخاصة. لا مش لهالدرجة، بس أنه ممكن يكون أكثر من معاش الموظف اللي قاعد بالوزارة. ايه أكيد، وبالتالي لازم يصير في متابعة. في أوقات منقصر، في أوقات نعمل اللي لازم ينعمل، في أوقات المدير ما بيبلغنا عن هذا الأداء السيء يمكن، أو الأداء ذات مستوى شوي أقل من المطلوب. إذا المدير بلغنا حكما في إجراءات تتاخد بحق الأستاذ اللي مقصر أكيد. وفي أوقات كتير بيصير في تحقيقات وبيصير في عقاب معين، ممكن يكون هالعقاب تأخير تدرج لهذا الأستاذ في حال قصر بمحل معين. طب خلينا كمان نشوف فيلم آخر من اللي إلهم علاقة بوزارة. ولو الهم كبير مستقبلهم أهم بكتير. كان بدي يساعدني بشغلي، بس علمه أهم شغلي. لو ضيعنا سنين على المدرسة رح نرجع، لأنه العلم أملهم بسهر على مستقبلهم.
ما رح بطل روح على المدرسة، أنا من جيل الأبطال. لكل أم وأب، معلم ومعلمة، لكل فرد دعم حق الطفل بالتعليم، ولكل تلميذ، أنتوا أبطال المدرسة. سجلوا أطفالكم في المدارس الرسمية، فالتسجيل بما فيه الكتب المدرسية والقرطاسية مجاني لكافة التلاميذ. يعني عم تساهموا معهم بهالحملات الترويجية للمدرسة الرسمية؟ بالتأكيد، احنا كل سنة مع وزارة التربية نطلق تحت رعاية معالي وزير التربية حملة للدعوة للتسجيل للمدارس الرسمية. كل سنة نحاول نشوف بالاستشارة مع الوزارة استراتيجية لوين رايحة، وين بدنا نركز، ونتجه من اتجاه انه اعلامي ولكن ايضا مع المجتمعات. مثل ما حضرتك جزء لحضرتك الجزء الكبير هو الوصول الى الاهالي والحديث معهم انه اللي عم بيسجلوا. فهالسنه بالذات انه بدنا نعترف بالصعوبات اللي ممكن كلنا نواجهها حتى نوصل طفل للمدرسه، للوصول الى هذا الفعل الحقيقي بطولي تامين مستقبل اطفالنا. فهالسنه تركيزنا كان على الجهود اللي عم بيبذلوها الاهالي، اللي عم بيبذلوها الكوادر التعليميه، حتى اذا كان الشوفير اللي عم بياخذ الطفل للمدرسه، الباص للمدرسه اللي عم بيروح. ومثل ما تفضلت التلميذ نفسه، اكيد التلميذ نفسه اللي بيروح على المدرسه وبيداوم وبيدرس وبيجتهد على حاله هو بطل. الأم اللي عم تأكد على أولادها يوميا إنه يروحوا على المدرسة، البي اللي عم يروح يشقى ويتعب حتى يأمن مورد تيعيش أولاده، وعم يرفض ياخد أولاده على الشغل للأسف، لأنه عم نطلع من يومين كنا على إحصاءات الجندر، توزيع بين الميل والفيميل، أنثى والذكر بالمدارس، لاحظنا أنه بعمر 10 سنين 11 سنة بتخف التحاق الذكور بالمدرسة الرسمية، كان من اللبنانيين وغير اللبنانيين، مما يعني أنه بأوقات معينة عم يضطر الوالد يسحب أولاده الصبيان من المدرسة حتى يشغلهم لحتى يقدروا يعيشوا. أول شيء حق التعليم بلبنان إلزامي لعمر 15 سنة، أملاً بأنه يصير في حوافز معينة حتى نأكد على الوالد أنه ما تاخد أولادك، مش بس نلزمه ومش بس نؤمره ومش بس نجبره يعني، إنما نعطيه حوافز معينة كمان تتشجعه على أنه يتقبل واقع بأنه ابنه لازم يكون عم يتعلم. في شخص اتصل هلأ بيقول أنه هو عنده أولاده كانوا مدرسة خاصة بس مش قادر يدفع القسط، بده ينقل أولاده على مدرسة رسمية. أهلا وسهلا. بس رافضة الإدارة تعطيه ما تعطيه تعطي إفادة إلا لا يسدد القسط. لا ما يسدد القسط. هالنزاع القائم هو هالنزاع المالي اللي كنت عم بحكي عنه، بيروح على المنطقة التربوية اللي هو ضمن نطاقه، إذا هو بجبل لبنان بيطلع على بعبدة على المجلس التحكيمي تبع بعبدة، وبالتالي بيقدم طلب هو عبارة عن ورقة يمكن بيحطوا عليه طابع بألف ليرة. فالفكرة هي إنه بيقدم طلب إنه في نزاع مالي، أهلا وسهلا فيه، بنستقبله بالمدرسة الرسمية إلى أن يحل النزاع المالي. وحلة النزاع المالي يمكن تكون عن طريق التقسيط، يمكن تكون عن طريق تخفيض نسبة معينة من هالمبلغ، هيدا يعود إلى المجلس التحكيمي. المجلس التحكيمي يعني بس إنه بيعطوها الورقة. أكيد. هي عبارة عن إنك أنت سجلت طلبك. أوكي، يعني مثل كأنك عم تقدم استدعاء معين، بيعطوك إفادة بأنك أنت سجلت هالاستدعاء وأخذت رقم، وبالتالي هيدي بتخولك تجي تتسجل بالمدرسة الرسمية. وحتى أنه وصلت وزارة التربية لأنه تهتم بهذا الموضوع، ببعض المناطق ما في مجالس تحكيمية لأنه مركز رئيس مجلس تحكيمي اللي هو قاضي بيكون شاغر، وبالتالي صرنا نحن جبل لبنان مجلس تحكيمي، لا ببيروت كمان في مجلس تحكيمي، نعم بالبقاع كمان في شغال مجلس تحكيمي، لا شغالين أوقات بيكون القاضي متوفر، رئيس المنطقة التربوية اللي هو موجود أيضا متوفر، أوقات مندوب مجلس الأهل مش موجود، مندوب المدارس الخاصة مش موجود، لأنه هي لجنة مشكلة من تقريبا 4 أو 5 أعضاء. فوزارة التربية عم تعطي هاي الورقة بهيك حالة أنه لأنه المجلس التحكيمي منه موجود، الشخص قدم استدعاء معين، بدنا نلاقي طريقة حتى نعالج له وضعه. بس عم ينشغل على إصدار مراسيم بهيدي المرحلة لكل المجالس التحكيمية حتى تتعبى بكل المناطق التربوية. طب بتحكوا مع الأساتذة يعني اللي بيعلموا بالمدارس الرسمية، بتحكوا معهم بتعطون توجيهات بتقولونهم يعني، ولا أنه كل مدير هو موكل بهذه الشغلة، في حدا بيتابع؟ لا أكيد، كان من قبل وزارة التربية بشكل خاص أو من قبل كمان أنتوا بتساعدوا يعني عندكم؟ لا هني ما قالوا علاقة بهذا، هذا الشيء بيتعلق بسيادة وزارة التربية على مدارسها الرسمية. أول شيء قلت بأول الحلقة بأنه حكما إدارة المدرسة هي من عطاي الصلاحية أول شيء حتى تتابع وضع أساتذتها وأدائهم، فها أول نقطة. ثاني نقطة، المناطق التربوية بتتابع
مشان هيك أي شغلة بتعرف فيها المنطقة التربوية أو بتوصل شكوى بخصوصها أو يمكن من خلال زيارة ميدانية عم بيقوم فيها موظف من المنطقة التربوية أو رئيس المنطقة التربوية واكتشف شغلة معينة بقلب المدرسة حكماً بتابع، وبالتالي أوقات التفتيش التربوي هو كمان بيكون عم بيتابع. لا، في أنظمة وفي قوانين بنمشي عليها. أوكي، موضوع توزيع الساعات بين الأساتذة بطريقة عادلة، موضوع أنه واحد يستكمل نصابه قبل ما أطلب أي تعاقد جديد، هي كلها في قوانين بترعاها. طيب بدي أسأل كمان، يعني عندما تقدم هذه المساعدات لوزارة التربية، عندما تبدأ هذه المشاريع وتبلشوا تشتغلوا عليها وتبلشوا تطوروا ضمن إطار المدرسة الرسمية، قديش عم بيكون هذا التعاون تعاون فعال؟ يعني قديش بتلتقوا بالفعل على نفس الأهداف؟ بالنسبة لليونيسف التعليم هو أحد الأهداف الرئيسية. لا أكيد هيدي واضحة. فأي شريك لنا اللي يوصل معنا لهذه النتيجة إحنا نشتغل معه. ما في شريك في لبنان اللي هو ممكن يوصلنا لأكبر عدد من الأطفال بنوعية تعليم جيدة ولضمان مستقبل الأطفال لبنان التعليمي غير وزارة التربية. فإحنا هناك العديد من المنظمات المجتمع المدني اللي نشتغل معها تحت هذه المظلة، ولكن الشراكة مع وزارة التربية ومع المؤسسات اللبنانية بشكل عام. بالنسبة لليونيسف كمنظمة أمم المتحدة تعنى بأمور الأطفال، هي نظرة طويلة الأمد. يعني احنا حقيقه مش عم ننظر لهذا التعاون وهذا العمل سويه على اجتياز سنوات معدوده، يعني على اجتياز وضع صعب حاليا فيه، ولكن بدنا نشوف انه كيف يعني سيستمر هذا التعاون اذا انتهت الازمه السوريه. هو كان موجود من قبل، كان موجود، بس اكيد مجالات التعاون يمكن ما كانت متشعبه هالقد، لانه ما كنا مثلا نفكر بالفروض المنزليه الا لحد ما اكتشفنا بانه في تقصير من الاهالي لانه ما بيعرفوا يساعدوا اولادهم بالهوم ورك تبعيتهم او بالفروض المنزلية تبعيتهم. مشان هيك فتنا على هذا المشروع. بس اللي بدي أقوله أنه وزارة التربية دورة ما بتقدر تعطيه لحدا، دورة بأن تكون هالليد أو هالقائد بإدارة هالسفينة هيدي، ما بتقدر تعطي لحدا ولا يمكن تعطي لحدا. وحتى مش بس بالتعليم النظامي اللي هي من خلال المدارس الرسمية والخاصة، إنما أيضا بالتعليم غير النظامي اللي نحن عم نشتغل عليه مؤخرا، لأنه في ولاد برات التعليم إذا ما قدرنا نجيبهم للتعليم في أوقات بتكون لأسباب أكاديمية إنه ما قادرين يلتحقوا بالتعليم وبصفوف العادية الطبيعية. مشان هيك بنعمل لهم برامج متخصصة لهم حتى إما نعطيهم محو أمية رقمية حسابية حرفية اتسترا، وإما أوقات نعطيهم برامج معينة مكثفة. يعني في صعوبات تعليمية، في طلاب عندهم صعوبات تعليمية، هيدا موضوع أكيد. آخر بس نعم أكيد في صعوبات تعليمية. هذا كمان داخل ضمن التعاون بينكم؟ طبيعي. وأيضا ننظر مع وزارة التربية لكيف فتح الباب في قسم المدارس الرسمية لمن يعاني من صعوبات جسدية بالوصول إلى المدرسة إذا كان في، فهذا فتح أكبر عدد من المجالات للتعليم. هو اللي التعاون اللي بيننا وبين، مش بس توفير المقاعد لمن يمكن أن يصل إليها بسهولة، ولكن بدنا نوصل للي صعب يدخل للمدرسة أو لسبب أو لآخر ما عم بيجي. فلهذا النظام الغير الموازي للمدرسة، هذه البرامج الثانية هي مهمة لأنه تجيبهم بدرجات متفاوتة حتى يرجعوا ينضموا للمدارس الرسمية. بموضوع الصعوبات التعليمية مؤخرا بلشوا الأهالي يوعوا إلى أنه ما في ولد ما بيعرف وما في ولد منه شاطر، إنما في ولد يعاني من مشكلة معينة. مشان هيك وزارة التربية مهتمة حاليا بأنها تفتح 60 مدرسة تعتمدهم مراكز معينة للي عندهم صعوبات تعلمية، من ناحية إذا كانت صعوبة يمكن تكون صعوبة باللفظ أحيانا، صعوبة بالقراءة، صعوبة بتحديد رقم معين. فهيدي 60 مدرسة عم تحددت شو هي، وفي تعاون مع يونيسف ومع جمعية متخصصة بهذا المجال حتى نأمن أول شيء الصف بتجهيزاته اللي بيقدر يراعي هيدي الحالات، وندرب الأساتذة على أنه يقدروا يكتشفوا هيدي الحالة وبالتالي يتعرفوا عليها يشخصوها بالحد الأدنى ترجع بتتحول لناس متخصصين أكثر حتى يتابعوها. اليوم بلش العام الدراسي بالمدرسة الرسمية ولا بعد؟ بعد بلش يتعمل تسجيل العام الدراسي، كان مفترض يبلش ب20 بالنسبة للسنوي وصف التاسع أساسي، ولكن يبدو أنه رح يصير في تأخير حتى يبلشوا كلهم سوا ب25 الشهر، بيكون نهار تنين إذا ماني غلطانة، وبيبلشوا ب25. قدي المناهج بالتعليم الرسمي مختلفة عن المناهج بالتعليم الخاص؟ لا، المناهج هي موحدة مش هيك؟ أكيد، ولكن الكتب
الكتب لما بدك تألف الكتب في ضوء هذه المناهج هون بعض الاختلاف. أكيد في عنا كتاب رسمي بيطلع عن المركز التربوي وبيعتمدوا كل المدارس الرسمية. كتاب يعني كتب بكل المواد. بكل المواد. نعم. في مدارس خاصة تعتمد أيضا هذه الكتب التي تصدر عن المركز التربوي، وفي مدارس خاصة تستورد بعض الكتب من برا طالما أنها تراعي المنهج. في مدارس هي بتعمل كتبها طالما أنها تراعي المنهج. المنهج هو هذه المظلة اللي ممنوع حدا يطلع براتها، ولكن الكتاب هو المؤلف شو كتب بقلبه، أي قصة حط بقلبه، أي فعل ركز عليه حتى يحكي عن القواعد إذا كنا بالعربي أو غيره، هي بترجع على المدرسة نفسها. يعني بالآخر المنهج هو ذاته، ولكن يمكن طريقة إيصال هذا المنهج للطلاب هي المختلفة. يمكن هيدي هي بطريقة التعليم أكثر منه بالكتاب. يعني هون المستوى وين بيختلف؟ شو بيختلف المستوى؟ بيختلف بأي وسيلة بتعتمد بقلب الصف. هل الوسيلة التقليدية التلقينية اللي يمكن جيلنا نحن تعلم عليها بأنه الأستاذ يقعد يشرح والتلميذ عم يستمع وياخد نوت، ولا لا بشجع التلميذ على أنه هو يكتشف هيدي المعرفة من خلال أبحاث، من خلال مشاريع معينة بخليه يشتغلها. هون هي اللي بتختلف. وأكيد لما بيكون في مدرسة فيها مختبر في كل التجهيزات، تفوت الصف عليه يمكن كل أسبوع مرة أو كل شهر مرة أو كل سنة مرة، هاي اللي بتختلف. اليوم عم تعلمهم بالتطبيق ولا عم تعلمهم بالنظري؟ يعني اليوم إذا ابنك عم تعلمه بالبيت، إذا ما عطيته شيء حسي يشوفه بعيونه أو يلبسه بإيدي، أوكي، ما رح يتعلم بنفس الطريقة مثل إذا خبرته شغلة مجردة. فهون هو اللي بيختلف. مشان هيك بس نقول إنه نحنا عنا المؤهلات العلمية الموجودة عند الأساتذة موجودة، والنية والرغبة والرسالة اللي حاملها الأستاذ كمان موجودة، ولكن اليوم في عنا تجهيزات ناقصتنا بتواكب هالمعرفة حتى ننقلها لشيء عملي. وبتعملوا يعني هيك مثل ما بيقولوا تقارير بترفعوها للحكومة بتقولوا نحنا عنا هذا النقص ونحنا بدنا هيدي المعدات وبدنا هيدي التجهيزات لحتى نرفع مستوى المدرسة من خلال الموازنة ومناقشة الموازنة بس. نعم. طيب كيونس بتعملوا مقارنة بين المدرسة الرسمية والمدرسة الخاصة؟ لا، بشكل أساسي التعاون مع وزارة التربية والتعليم، كون المناهج أيضا تدار بشكل عام تحت مظلة مناهج وزارة التعليم، فإحنا لما نشتغل مع الوزارة على موضوع المناهج، على موضوع كيفية إدارة المدارس، هذا بالنسبة أنه هو أكبر ضمان للتعليم. فالمدارس الخاصة بالنسبة أن هي تحت مظلة الوزارة في طريقة تعاملهم مع المدارس الخاصة، إحنا نشتغل معهم. يعني بالآخر أنتوا تركيزكم هو على المدرسة الرسمية، لأنه إحنا بدنا نشوف كيف نوصل لأكبر عدد من الأطفال بأسهل وسيلة. لما الحكومة اللبنانية تضمن تعليم إلزامي ومجاني للأطفال في المدارس الرسمية، هذا هو الاتجاه اللي هي أساسي لتوفير الحق. فالمدارس الخاصة هي بالتأكيد جيدة لاستيعاب عدد كبير من الأطفال وغيرها، ولكن احنا ننظر للوصول إلى الحق بأسهل طريقة ومباشرة اللي هو من خلال المدارس اللي توفرها. بعتقد أنه من العدل نقول أنه لأنه وزارة التربية كانت سباقة بظل الأزمة اللي صارت بأنها تحط خطة عمل، ويونيسف مش بالضرورة بغير دول تكون عم تتعامل مع القطاع الرسمي، لا بغير دول يمكن تكون عم تتعامل مع القطاع الخاص أو القطاع المدني، المجتمع المدني، ولكن لأنه وزارة التربية حطت خطة من أول الطريق وقالت أنه أنا التي أقود هذه السفينة، أنا التي أقود هذه الخطة، وهذه الخطة كانت واضحة وشاملة وعلى مدى 3 سنوات اللي هي خطة ريس. مشان هيك كان لابد من كل المنظمات الأمم المتحدة وكل منظمات المجتمع المدني أنهم يتعاونوا معنا. ونحن في إطار خطة ريس في لجنة تنفيذية بتجتمع بشكل دوري بإشراف ورئاسة وزير التربية والتعليم العالي، وهول الأشخاص بيكونوا شركة بأي قرار بيتاخد على موضوع على مستوى ريس أو خطة وصول التعليم لجميع الأطفال، لأنه التمويل عم يجي من برا، حتى نكون شفافين بأنه نخبر هالتمويل لمن عم يجي، وين عم بيروح، وين عم ينصرف. في تقارير بشكل دوري بتطلع وبتنعرض على هيدي الرك ميتينج نحن بنسميهم أو ريس اكزيكتيف كوميتي ميتينجز تحت إطار ريس. يعني بضمن هذه الخطة يلي عم بتقولي أنه هلأ صار واصل منها بحدود 200 مليون، أقل من نص، أقل من نص على مدى 3 سنوات السابقة كان أقل من نص على 3 سنين. هلأ بالسنة الواحدة 350 مليون، وأقل من نص عم يوصل، وأغلبيته للمجال الأول
الأول اللي هو مجال الالتحاق بالمدرسة وليس النوعية والأنظمة. عظيم. بس يعني كيف أنتم بتختاروا توزيع هالأموال؟ كيف تختاروا يعني تبذلوا جهد بهذه المنطقة وجهد بمنطقة أخرى؟ يعني هل هو الجهد ذاته ولا أنه لا؟ لا أكيد. أكتر. لا أكيد الجهد ذاته، ولكن ما في شك أنه اليوم أنا أول ما بلشت الأزمة كانوا غالبية الغير اللبنانيين رح أعطي إكزامبل موجودين بعكار وبالبقاع الشمالي بقاع الأوسط. بعدين صار يعني للعجب، وفي ناس ما بتعرف هالشي، صارت أول منطقة هي البقاع، تاني منطقة هي جبل لبنان. وبالتالي أنا ما بقدر إجي أقول التمركز هو بالبقاع وبالتالي أنسى جبل لبنان. المناطق اللي مركز فيها السوريين أو غير اللبنانيين بكثافة لازم الاهتمام فيها، لأنه في أعداد هائلة عم يجوا على المدرسة الرسمية، وإذا كانت المدرسة الرسمية عملها مسح من ناحية البنى التحتية غير مؤهلة على استقبالهم، عم نأذيهم أكثر ما عم نفيدهم. مشان هيك بنشوف شو هي الحاجات وبنشتغل وفق معايير موضوعية جدا بدون أي تمييز لحد. عظيم. يعني فينا نحن نجي نقول إنه لبنان بالقطاع التربوي استفاد من هذه الأزمة حتى الساعة، يمكن لأنه لو لم تحصل هذه الأزمة يمكن 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 ما كان صار هذا التطوير يلي عم تحكوا عنه اليوم. حتى ما اقول استفاد، عم اقول عم جرب يحول. لا ومش غلط يستفيد اكيد، بس عم نجرب نحول هالازمه بمأساتها الى منافع معينه نفيد منها كل الناس من بيناتهم غير اللبناني. خلي كمان نكون واضحين انه من العداله ومن الانصاف لبلد استحمل كل هالضغط الاضافي انه نوفر الدعم اللازم للاستمرار بتقديم الحقوق الاساسيه. بعتقد بعضهم مقصرين تجاه ما قدمه لبنان. لبنان أكثر دولة فيها لاجئين مقارنة مع أعداد سكانها، وبالتالي يعني تركيا عندهم أكبر عدد من النازحين، ولكن نحن بالمقارنة عندنا 50%، 4 مليون نسمة، عندنا 2 مليون نسمة بين سوريين وفلسطينيين وعراقيين واتسترا. وبالتالي عم نجرب بس لم نحصل على ما يستحق لبنان. بس هون بدي أقول عن شغلة، في سنة من السنوات من 3 سنين لورا صار في نسبة تسرب إذا بدك من المدرسة الرسمية بسبب وجود السوريين. من هون غيرنا شوي، عملنا شفت التسرب. مين لبنانيين؟ لبنانيين. شو عملوا؟ راحوا على مدارس خاصة ولا طلعوا برا؟ لا، الأرجح راحوا على مدرسة خاصة أو شبه مجانية اللي هي كمان مدعومة من الدولة، أو راحوا على التعليم المهني في منهم. الفكرة هي نخسرنا بظرف تقريبا سنتين 12,000 ولد. السنة الماضية واللي قبلها رجعنا استرديناهم ولبل زدناهم، وهلأ عم نشتغل على أنه نرجع نزيدهم. وبالتالي اهتمامنا بالمدرسة الرسمية أولوية لللبناني، وما مفترض يكون قبول غير اللبناني بقلبه لأنه حقهم يتعلموا ونحترم هالحق يكون على حساب اللبنانيين أبدا. طيب المدرسة اللي شفناها بأب الياس، يعني وين في مدارس أخرى مثلها؟ بأي مناطق؟ قلت في 160 مدرسة، 140 مدرسة إذا منتون بهالطريقة. في جبل لبنان في مدارس، مثلا رح أعطي إكزامبل عن ساحل علمة، هي مدرسة ترممت وصارت جيدة، ورح ينزل فيديو شبيه بمدرسة أب الياس عن موضع روضات ساحل علمة. وبالتالي بنشجع نحن الأهالي بهيدي المنطقة، بجبال في روضة، هي كروضة كروضة بس. نعم، يعني مش انه مدرسة رسمية بإطارة في هيدا الروضة. في عنا الاثنين. في عنا مدرسة رسمية في بإطارها بلشت من مرحلة الرياض الأطفال، وفي مدارس بس روضة. فبكل المناطق البنية هيدي يمكن بلشين فيها جديد مدارس بس روضة. حسب البناء. أنا بس بدي أقول أنه ليه في أوقات نحن يتعذر علينا أنه نحسن المدرسة الرسمية. عنا 42% من الأبنية المدرسية هي مستأجرة. ومش بالضرورة إذا مستأجرة يكون بناء مدرسي. يمكن يكون بناء سكني نعمل منه بناء مدرسي بمناطق معينة، إما مكتظة أو مناطق جبلية بدنا نحافظ على وجود الأهالي فيها والتلاميذ فيها. فكمان هيدا الشيء لما بتكون بناء مستأجر صعب عليك انك تحط كل الامكانيات الماديه وان كانت متاحه حتى ترممه وتحسنه وتزبطه، لانه بتطمح الى انك يكون عندك اموال تتبني مدرسه، تتشيد مدرسه معينه تضل لاهالي هالمنطقه هيدي. واجمالا المدارس عم تبنوها عم تكون بمواصفات المدارس عالميه. اكيد اكيد، حتى اعمال الترميم اللي عم نعملها
بتراعي المعايير قد ما بنقدر. يعني اليوم كل العالم بس تعمل مدرسة ما فيها ما تعمل مدرسة اكسسبل للي عندهم اعاقات جسدية معينة، فما بنقدر نعمر او نرمم مدرسة هلا الا ما نخلق هالمجال لانه يقدر يفوت على المدرسة الشخص اللي عنده اعاقة او قاعد على كرسي متحرك. قديش كيونيسف بتقدروا عدد الاطفال بلبنان يلي هن ما عم يتلقوا تعليم؟ الارقام اوضح بالنسبه لنا بالنسبه للاطفال الغير لبنانيين. حدود ال 400 الف طفل غير لاجئ سوري حسب ارقام فوضيه اللاجئين اللي هم بعمر التعليم. اذا نظرنا على كافه اشكال البرامج التعليميه اذا هي كانت رسميه والغير رسميه والمحو الاميه، بحدود ال 300 الف طفل منهم احنا عارفين هن وين وعم بياخذوا فرصهم في شكل من اشكال التعليم اذا هو كان مدرسه او غير مدرسه. لكن لا يزال هناك حدود ال 100 الف اللي صعب الوصول لهم، كثير منهم بالاعمار الثانويه. الحقيقه اذا ننظر للاطفال الغير لبنانيين من ال 15 وفوق، من عمر ال 15 فوق هو العمر الصعب باستمرارهم بالمدرسه لانه كثير منهم يبدون بالشغل. فالارقام بالنسبه للغير لبنانيين من ناحيه يونيسف واضحه انه هي احنا عندنا 100 الف طفل حوالي اللي بدنا نشوف كيف نجتذبهم للمدارس وهم في عمر صعب الاجتذاب للمدارس لانه كثير منهم فوق ال 15. من خلال الأزمة القائمة حاليا، يعني مسألة الأقساط المدرسية وزيادة الأقساط المدرسية، قديش يعني هيدي الشغلة كمان خلتكم أنه تفكروا بالمزيد من التحسين والمزيد من التطور، وشفتوا أنه لا بالفعل في مسؤولية كبيرة على وزارة التربية وعلى القطاع التعليمي الرسمي أنه يقدر يكون بمحل من المحلات، ما بدي أقول بديل بس يكون خيار، في شيء موجود لحتى يقدر الواحد أنه يقول أنا لا بدي كمل علم أولادي حتى لو ماني قادر أنا أدفع هذا القسط. لك الاهتمام بالمدرسة الرسمية منه بنت الساعة، هي مرحلة دائمة ومستمرة، ولكن يمكن بخلينا نكون بحالة جهوزية أكثر هي هالأوضاع الاقتصادية هيدي، وبالتالي نفكر أنه المدير يفكر إذا عنده غرفة ما كتير مستعملها لأشياء كتير يفضيها ويستعملها غرفة. تتوقعوا يزيد عدد التلاميذ السنة؟ نحن اساسا حاطين خطه انه يزيدوا عدد التلاميذ من الاساس، من قبل قصه الازمه الاقتصاديه وازمه الاقساط قايلين انه على القليله بده يزيد عنا تقريبا بحدود ال 10000 بين مرحله التعليم الاساسي ومرحله التعليم الثانوي. فحطينا هاي الخطه لانه عم نسعى لتحسين المدرسه الرسميه من الاساس. هلا مع الازمه الاقتصاديه اذا بيزيدوا اكثر ولا لا ما عندي، يعني ما عندي فكره. شكرا. طيب بدنا ناخذ كمان تاني بريك اعلاني ومنتابع نهاركم سعيد. على المدرسة لأنه المدرسة بتفيدني كتير، نعمل الأكتيفيتيز ونتسلى. أنا بحب أجي على المدرسة كمان نلعب مع بعض وندرس مع بعض ونلبس مثل بعض. أنا بحب أجي على المدرسة وأتعلم الكتابة وأعمل رفقات أكتر. هلأ نحن جايين على المدرسة عشان أنه ندرس ونكون مثقفين ونعرف كل شيء بس تنكبر. أنا ما بحب أقعد بالبيت عشان هيك بجي على المدرسة، بحب أرسم ألعب سبور، كتير حلوة المدرسة يعني. وما بحب غيب لأنه بيروح علي كتير دروس وأنا ما بحب هيك، بحب أنه أتعلم وضلني عم بدرس لصير بالجامعة. وأنا محلي هون عمري 11، يعني محلي هون أدرس بعمل كل شيء بتسلى هون بالمدرسة، وأنا حضلني عم بدرس لأتخرج وصير ضابط. يعني بحب أنه أعلم الأولاد مثل ما أنا هلا عم بتعلم بالمدرسة. بخلص جامعة بصير دكتورة، بحب هيك أنا بصير حياتي أحلى. مدرستنا الرسمية أصبحت من المدارس الأول على مساحة الوطن. نجحنا لأنه في كتير من الأمور عملناها داخل المدرسة أدت إلى هيدي النتيجة. اشتغلنا على نفسنا كتير كقيادة تربوية، كمعلمين، كتنمية مهنية للمعلمين، ووضعنا التلميذ بالمحور الأساسي، ومن طلابنا من تفوق بالفنون ومنه من تفوق بالطب والهندسة. أصبحنا منضاهي العديد من المدارس الخاصة نتيجة المعطيات الكتير اللي توفرت بالمدرسة، منها متابعة الصعوبات والحالات التعليمية اللي ما كانت تتابع بالسابق. بالمدرسة الرسمية هي بتشكل أرضية للتفاعل الإيجابي بين الطلاب وينخرطوا بعدين بالمجتمع ويكونوا عناصر جيدين وناجحين ومتميزين. نحن بنفتخر بالإنجازات اللي توصلنا لها كمدرسة رسمية مجانية. بالنتيجة هيدي رسالتنا رغم كل الصعوبات والمعوقات، وهي تربية الأجيال. التعليم
التعليم بالنسبة لأنه مش وظيفة بل رسالة نحن مؤتمنين عليها وعلى تأديتها بضمير، لأنه بالنهاية الأولاد هن أمانة برقبتنا، وما بينحصر دورنا بس بنقل المعرفة كمعلمين، بل نحن منخلق جو عائلي بالصف، ما منميز بين التلاميذ، لأنه كل تلميذ حقه يتعلم شو ما كانت ظروفه. من القصص اللي قطعت معي برسالة التعليمية قصة تلميذ ما كان عاطي للدراسة أولوية أو أي أهمية، فهون لعبت أنا دور المرشد النفسي والموجه التربوي لهالتلميذ. كان يكبر قلبي كتير وقت شوفه فايت على الصف وشوف هيدا الحماس بعيونه والفرح إنه فايت يدرس من كل قلبه، فهيدا الشي بخليني أفتخر بحالي كتير بالمدرسة الرسمية بالذات. رسالتي هي التعليم، ملتزمي فيها للآخر وما رح واقف. هي كمان مدرسة من المدارس يعني المرممينهم ببيصوريا اللي اشتغلتوا عليها؟ مظبوط. مش بالضرورة ضمن المدارس رياض الأطفال، نحن بحالة ترميم دائمة، كل ما بيجينا تمويل أوقات كتير على مستوى 3-4 مدارس 5 مدارس من حيالة منظمات، مش بالضرورة على الطريق الأمم المتحدة. تعاون الألماني الإيطاليان كوبريشن، حيالة منظمة بتقول إنه أنا مستعدة رمم، بنعطيها ليست مدارس، هي بتعمل الكشف وبتختار مجموعة منهم ضمن إمكانياتها وبترممهم. اليونيسف كمان تتصرف بنفس الطريقة ولا كيف؟ اليونيسف لأنه التمويل شوي أكبر اللي يجي، وفي اتفاقية يعني قائمة بينكم وبين وزارة التربية. طبعاً إنه بالتنسيق معهم يتم اختيار المدارس اللي يتم ترميمها، ويتم الترميم على مختلف إذا هو كان منظومة المياه والصرف الصحي، إذا كانت الصف، إذا كانت توفير البيئة الآمنة يعني من الأدراج إعادة الترميم. هون يعني كمان إنه يوم بيجي واحد بيقول إنه المدرسة الخاصة أنا بحط أبدي مدرسة خاصة لأنه ما بعرف الملعب منظم مزبط، المي يمكن نظيفة، لا مش كله المي نظيفة، بس انه معنى الحكي انه مثل ما في بيرسبسيون عند الناس انه بالمدرسة الرسمية ما بعرف شو فيه. بالتأكيد هذا شيء مهم انه احنا جزء من إعادة اشتداد الأطفال، هو البيئة اللي مش بس الكادر الصف، وإنما وين عم يلعبوا، شو المي اللي عم بيشربوه، الوصول إلى المدرسة، مثل الوصول الطفل اللي عنده أي شكل من الإعاقة الجسدية وصوله كمان نسهله. فهي على مختلف المراحل، إذا هي كانت توفير المادة لتسجيله، توفير القرطاسية والكتب، وتوفير البيئة الآمنة السليمة للطفل حتى يتعلم فيها، هذا العمل اللي عم نشتغله مع الوزارة لترميم المدارس اللي رممناها. يمكن إيه معك حق إنه أنا بفضل روح على مدرسة رسمية، الأهل بيفكروا لأنه أنا مأمن على ابني أكثر، على مدرسة خاصة لأنه مأمن على ابني أكثر، بس كمان المدارس الخاصة اللي فيها 3000 و4000 ولد، بالنسبة لألون هيدا التلميذ شو هو رقم. فكمان يعني فيها مثل بيقولوا امتيازات بمجال معين، وفيها بنفس الوقت في شيء كمان ممكن يكون منه سليم بمجال معين. بالمدرسة الرسمية مزبوط يمكن يكون التجهيزات منها مكتملة، يمكن المنشآت منها كافية، ولكن كمان المدرسة التلميذ بالمدرسة الرسمية له قيمته، له مكانته، له حضوره، بينشغل عليه، بينشغل على شخصيته، على نفسيته، وإلى جانب أنه ينشغل على معلوماته ومهاراته العلمية. اليوم مثلا المي بالمدرسة الرسمية الطلاب بيشربوا مي نظيفة؟ في عنا محطات تكرير أو في محطات تكرير بالمدارس؟ أكيد. من يومين بالتأكيد. من يومين إجاني خبر عن محطة واقفة، دغري بعتنا مين عم يكشف عليها حتى يصلحها. ليش بدنا نحمل على طول وزارة التربية؟ وزارة التربية عم تشتغل. أنا مش عم حمل وزارة التربية، بس أنا عم بيجي بقول إنه اليوم في إشياء بتعرف الناس مدرسة رسمية، يمكن اليوم الحملات اللي عم تعملوها عم تكون مفيدة ومهمة، خصوصا إذا في تعاون من الإعلام معكم عم تكون مهمة وعم بتضوي على جزء أساسي من 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 يلي موجود بالبلد. بس كمان اليوم بيجوا مواطنين بيقول لك شو بتعملنا الدولة؟ طب أوكي، في 200,000 تلميذ لبناني عم يتعلموا مدارس رسمية ما عم يدفعوا ولا ليرة. 100%. وعندك كمان دور البلديات والسلطات المحلية، هي دورة أن تضوي على المدرسة الرسمية وتشوف شو بدها بقلب القوانين الخاصة بالبلديات، في فقرة معينة اهتمامهم بالتعليم واهتمامهم بالتربية أكيد، وبالتالي في بلديات بتصرف موازنة حتى تحسن المدرسة الرسمية، وفي بلديات شيء لإيدها، وبالتالي في رؤساء بلديات. بس أنتم ما بتحكوا معنا البلديات؟ هون نحن مندرب المدير تيكون منفتح على البيئة المحيطة فيه. يعني من ضمن الدورات اللي بيخدها المدراء بالقيادة التربوية هي أنه يكون منفتح على المحيط المحيط فيه. وبالتالي يعني بيقدر يأخذ مبادرة أكيد. المدير يعني بيقدر يحكي مع رئيس بلدية، بيقدر يحكي مع جمعية، بيقدر يحكي مع نادي، مع حيالله فرد فاعل بالمجتمع، ممكن بيقدر يحكي مع رجل أعمال يقول له خي أنا عايب بحاجة لها المدرسة
مدرسة لهيك شيء شرف جبليون؟ في مدارس رسمية قدرت عملت توأمة مع مدرسة بالخارج من وراء مبادرات فردية، أكيد فيهم. هون المدير قديه عن جد ديناميكي وقديه قائد وليس فقط مدير إداري روتيني تقليدي، هون اللي بيلعب دور بتنمية المدرسة الرسمية. شغل مهم أنه يكون عنده هالحرية أنه يقدر يتصرف. إيه أكيد في ضوابط، ولكن طبعا أكيد في عنده قدرة على الانفتاح. لما بده يتلقى هبة معينة، إذا كانت هبة نقدية بده يأخذ موافقة من الوزارة، ولكن إذا هبة عينية بيكفي يقول للوزارة بس، يخبر الوزارة أنه أنا أجتني هبة عينية معينة. وفي سجلات بدها تتسجل فيها، هيدي حرصا على الشفافية، ما حدا أبدا لا بيتهرب منها ولا بينكرها. لا بالفعل في نماذج على المدارس الرسمية اللي عم نشوفها بالدعم المحدود اللي ممكن اليونيسف تقدمه للمدارس بشكل عام، رائعة نموذجية. فالتعميم هذه النماذج على بقية المدارس أو إعطاء الفرصة لمدراء المدرسة أنه أيضا أنه يلتزموا تجاه الأطفال هو مهم حتى نوصل لهذه النوعية من المدارس. قديش أنتو كيونيسف يعني بتتعاطوا كمان مع البيئة الحاضنة لهذه المدارس؟ بالتأكيد، ما هو المجتمعات اللي فيها المدارس هو جزء رئيسي منها، لأنه إحنا مش بس بدنا أنه المدرسة تكون موجودة، لازم المجتمع اللي حواليها يكون عارف أنه المدرسة موجودة، أنه المدرسة جيدة، أنه المدرسة عم نشتغل إحنا والوزارة وغيرنا من المنظمات على دعم التعليم فيها. فلهذا الوصول إلى المجتمعات حوالين هذه المدارس الرسمية هو جزء أساسي من التوعية. يعني هو الإعلام يلعب دور كبير ومهم، ولكن أيضا المنظمات المجتمع المدني نشتغل معهم للوصول إلى الأهالي وإعطاء الثقة بجودة التعليم وجودة المدارس الرسمية المتوفرة في مناطقهم حتى نشجعهم على التسجيل فيها. وانتو كوسائل اعلام مدعوين، اهلا وسهلا فيكم على مدارسنا، تصوروا وتفرجوا وتساعدونا بهالتوعية حول قد ايه المدرسة الرسمية قدرة تقدم. في حدا بيسأل من له سلطة التحكم بالتعليم، هل هو وزير التربية والتعليم ام هي النقابات ومدراء المدارس؟ مين بتليم؟ اول شيء شو بيقصد بسلطة التحكم؟ اليوم وزير التربية هو الرأس هرم وزارة التربية، وبالتالي أي قرارات أي تعاميم بدها تصدر بالنسبة للمدرسة الرسمية هي بإيد وزير التربية، ولكن على مستوى المناهج مجلس الوزراء هو اللي بيوافق على المناهج. في كمان حدا بيسأل وين دور المؤسسات والحركات الداعمة للطلاب غير اللبنانيين؟ ليش ما في تنسيق مشان نحل هالأزمة؟ التنسيق حقيقة على مستوى المراحل، إذا هو كان مؤسساتي مع الدولة وإذا كان مع منظمات المجتمع المدني اللي عم نشتغل معهم. كيف كان فينا نضاعف عدد الأطفال اللي عم بيجوا على المدارس الرسمية لو ما كان هذا التنسيق موجود على مستوى الوزارة وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني؟ مرحب فيهم إذا بيحبوا ينزلوا على الوزارة تيعطونا لوائح الأولاد وين أماكن تواجدهم حتى نأمن التحاقهم بالمدرسة، أهلا وسهلا فيهم. كمان في حدا بيقول أنه في ناس مع إقامة، إقامة مجاملة مسميها، وخلقين بلبنان. نعم، انه هذا ليش بده ينطر يتسجل بمدرسة رسمية؟ ليه بده ينطر؟ أي، لانه منه لبناني. منه لبناني طبيعي. ولكن اكيد لما بيكون عنده إقامة مجاملة لانه صار له سنوات عديدة بلبنان بيمنحوه اياها، بتصير عنده الأولوية مثله مثل الاشخاص اللي صار لهم فترة بلبنان ما قبل الأزمة. طيب يعني بس بدي ضوي على نقطة انه حتى غير اللبناني رغم إذا كان فوق ال 15 سنة بالقانون بده إقامة من الأمن العام. نحن عم نقبله المدرسة الرسمية حتى لو ما معه إقامة، حتى لو بلا إقامة، حتى ولو بلا مستند رسمي. مش عم تخالفوا القانون؟ لا، لأنه نحن مش حتى يتجول من منطقة لمنطقة، هي شغلة القوى الأمنية والأمن العام. نحن عم نفوته تيتعلم، حقه إنه يتعلم، وبالتالي وجوده بقلب المدرسة نحن مسؤولين عنه، وشو ممكن يعمل بقلب المدرسة بتكون تحت مسؤوليتنا، وبالتالي نحن بنقبله بلا إقامة، حتى بلا مستند تربوي ثبت هو بأي صف كان سنة الماضي. بنعمل له اختبار دخول، امتحان دخول، وبنحدد أهليته على الصف اللي بيستحق انه يفوت عليه حتى ما نحرمه من حقه. الإنسانية لا مثيل لها، لا مثيل لها، دائما يشار إلها كنموذج لاستجابة إنسانية اللي تصير في وضع الأزمات وكيف أنه ممكن. فهذا الموضوع يشار إلها بالبنان حقيقة، أنه بالفعل هذا الشيء توفير التعليم كحق بأبسط الأوراق الثبوتية للأطفال غير اللبنانيين هو رائع.
والامتحانات الرسمية عم نشاركهم بالامتحانات الرسمية رغم أنه ما عندهم، اللي هرب بسبب الأزمة وإجا ما معه أي مستند بينحرم من حقه، بس لأنه بينحرم من المشاركة بالامتحانات الرسمية بس لأنه ورقة إثبات هويته منا معه أو ورقة صفه مش معه. عم نسمح لهم يقدموا على الامتحانات الرسمية وعم تكون مشاركتهم جيدة وعم يحصلوا على نتائج نسبة نجاح عالية. هالسنة كانت بحدود 67% غير اللبنانيين بالشهادة المتوسطة. بتقيموا كل هذا العمل يلي عم بتقوموا فيه؟ بالتأكيد. هو في أنت عندك مثل ما ذكرنا التقييم المباشر، اللي هو لما أنت عندك 67% من الأطفال اللي دخلوا بالدوام بعد الظهر الغير لبنانيين نجحوا، مع هذا شيء رائع. احنا بالنتيجة اللي بدنا إياه يعني أنه الأطفال يدخلوا إلى أنظمة تعليم رسمية تؤدي إلى شهادة معترف بها، لأنه إن شاء الله بمرور الأزمة ورجوع كل حدا إلى بلده أنه مستقبل الطفل بالنتيجة هو بشهادة جواز السفر لمستقبله. فوجود هذا الدعم من الوزارة، سماحهم بتسجيل هؤلاء الأطفال لضمان مستقبلهم ولضمان حقيقة مستقبل المنطقة كلها. إحنا عم ننظر لوضع الأطفال النازحين اللي عم يضطروا يتركوا بلادهم في هذه الفترات، إذا هو كان عراق، إذا كان الأردن ولبنان وسوريا، هو موضوع يهدد مستقبل جيل كامل بالمنطقة. فالاستجابة اللي عم بنشوفها من حكومة لبنان، من الوزارة لضمان مستقبلنا كمجتمع في هذه المنطقة هو رائع ولا مثيل له. بالتأكيد يتم تقدير هذه الجهود. وغير عن التقييم لهذه الأمور، في عنا التدقيق المالي اللي نحن ضمن خطة ريس في عنا مدققين ماليين، سواء كان بيجوا من مفوضية شؤون لاجئين لأنه عم يساعدونا، سواء من البنك الدولي لأنه في مساعدات أيضا، أو من يونيسف. ففي تدقيق مالي إضافة للتدقيق المالي الدوري والسنوي. في عنا مننشر على الويب سايت تبع مشروع ريس كل ما يتم إنفاقه، يعني الأستاذ اللي علم بعد الظهر وقبض شو قبض بتنزل اسمه وقدي قبض على الويب سايت، والأستاذ والمدير والمرشد، حتى إذا عملنا مناقصة تجهيزات بننشرها. هي الأموال منين بتجي بالتحديد؟ من الدول المانحة عبر منظمات الأمم المتحدة، عبر اليونيسف، عبر UNHCR، عبر مزبوط. بس غالبية بس في قرض وحده للبنك الدولي مش داخل، هيدا غير موضوع اللي هو القرض من 100 مليون دولار. بعتقد 100 مليون دولار. أي رح نستعمله مبدئيا لتشييد أبنية جديدة، لأنه هيدا ما منقبل نستعمله على تكلفة رح تروح من وراء تسجيل السوري. لا، ما طالما في هونيك يعني أموال عم توصل، مساعدات عم توصل. لا بس كمان ما فينا ننكر أنه بلشت تخف التمويل. يعني هالأزمة لما انطالت، يعني رح تقدروا تكملوا ببرنامج ريس ولا ما رح تقدروا؟ عم نعمل طلب هون دورون. الحقيقة أنه دائما هذا الهاجز موجود، انه السنه الجايه حيكون فينا نقول لذات الطلاب تعالوا سجلوا معنا السنه الجايه. حاليا احنا عارفين انه في نقص لهالسنه، للسنه الجايه تقريبا ثلث، اقل من ثلث ما هو منحتاجه متوفر. فمن هلا يبدي الشغل لتوفير تعليم للسنه الجايه. التمويل حاليا بشكل عام للأزمات بسبب كثرتها بالعالم هو صعب. الدول بشكل عام عم تعطي تمويل أقل من السابق، ويتطلب استجابة أكثر وأكثر من الجهات اللي عم يمنحلها أنه نورجي نتائج حقيقية. فلهذا اللي عم بيصير هون في لبنان وارتفاع عدد التسجيل هو مهم حتى فينا نستمر بهذا الدعم. وزارة التربية كل سنة بتاخد على عاتقها تبلش التسجيل وتحط هدف قدامها أنه توصل له، رغم أنه التمويل لكامل تحقيق هذا الهدف غير موجود. وبالتالي منوصل لنص السنة ونحن على مسؤوليتنا عم نقبل الأولاد والتمويل بعد ما وصل. من هون لما بيكون في محافل دولية مثل هلأ جمعية الأمم المتحدة، الجمعية العامة، رح يكون في إلى جانب الجمعية العامة مثل إيفنتس معينين عن التربية، وبالتالي تيعملوا أدفوكسي حتى يقدروا يجيبوا تمويل، لأنه إذا هالسنة اللي هلأ نحن فتنا فيها بعد ما مأمن في عنا عجز مالي، فالسنة القادمة شو الوضع؟ يعني هلأ بالاجتماعات بصير بنيويورك بجمعية العامة رح يكون في وفد بوزارة التربية مشارك؟ كان مفترض يكون في وفد، يمكن لأسباب تتعلق بجلسات مجلس النواب بدها تصير بتناقش مواضيع بتتعلق بالسلسلة وبالرواتب والتعاقد، يمكن ما يكون فيه. بس حتى لو لبنان منه ممثل من خلال وزارة التربية، شركائنا موجودين، إن كان يونيسف، إن كان UNHCR، إن كان البنك الدولي موجودين، وبالتالي قادرين ينقلوا الورقة اللي نحن محضرينها بهذا المجال. يعني باعتبار يونيسف أنه منظمة دولية يعني هي بتقدر توصل لا 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 مركز القرار ما هي اللي بيعملوا حملة التمويل. أكيد وهذا دورنا. والاجتماعات الجانبية
مخطط لها وموجودة الناس اللي هي تدعو لهذا التمويل، ولكن وجود طبعا وزير التربية يكون بعد أكثر يزيد من قوة هذه الدعوة، ولكن الظروف اللي تكون هي بغض النظر يونيسف وغيرها من المنظمات موجودة للتحدث باسم كل طفل في لبنان. يعني أنتم تتولوا التحدث مع هذه الجهات هنا في لبنان أو خارج لبنان؟ تحكون يعني هون في إلهم ممثلين في لبنان، يمكن عن طريق السفارات، ممثلين في لبنان عن طريق السفارات، عن طريق الممثليات في الأمم المتحدة، عن طريق الممثليات المختلفة في الدول، ويكون الحديث أحيانا مباشر بين الحكومات أو بوجود المنظمات الثانية. يعني هي سبل التمويل مختلفة. الطلب الأساسي والاحتياجات تتوضح من قبل الحكومات إذا كانت حكومة لبنان غيرها، والمنظمات الدولية تتجه إلى الجهات المانحة، ولكن بالتأكيد هناك كثير من الحديث المباشر بين الحكومات. اليوم إذا بدك تعمل تقييم للمجلس الرسمي، اليوم في كثير ناس عم يحضروا على الحلقة وكثير ناس عم بيتابعوها ومهتمين بهذا الموضوع، شو بتقولون للمواطنين؟ بدي أقول أنه إذا ما تعززت الثقة بالمدرسة الرسمية، نحن من خلال وجودهم معنا وثقتهم فينا بنقوى أكتر. وبالتالي إذا اليوم بدي ضل أقول أنه المدرسة فيها نقص وفيها عجز وفيها، وبالتالي ما حدا يتسجل فيها، رح تضل مثل ما هي. إنما لما بيكون في ثقة عم تتعزز بقلب هالمدرسة الرسمية، منصير نحن كمان حاسين حالنا مسؤولين أكتر حتى ما نخزل هالناس اللي وثقوا فينا، وبالتالي هالناس اللي أعطيونا أولادهم، سلمونا أولادهم حتى نعلمون، يعني متكلين علينا. حتى هيدا الشيء على مستوى الأستاذ نفسه، على مستوى المدير نفسه، لما بيحس إنه الأهالي واثقين فيه وبعتوا أولادهم وحطوا بين إيديهم، يعني معناتها مسؤوليته بتكبر أكتر. شو بتسمع ردة فعل من الأهالي ومن التلاميذ؟ نحن ثقتنا بحالنا كتير كبيرة، نحن واثقين بالمدرسة الرسمية، واثقين بأنه في كتير ناس بهم المدرسة الرسمية وأولوية بالنسبة لها وخيار. بس بنعمل مثلا اجتماعات للأهل، بيجوا الأهل بيقعدون بقلب المدرسة على مستوى المدرسة، أكيد. اجتماعات دورية. وهون برجع بقول قدي المدير ديناميكي، قدي المدير نشيط، قدي المدير بخاف، وبالتالي ما بده حدا من الأهالي يجي، لأنه إذا إجوا بيضووا على شغلات هو غلط عم يعملها. هيدي كمان كلها لها تأثير. طيب كمان يعني كمنظمة دولية، منظمة اليونيسف، كيف تنظروا لقطاع التعليم الرسمي في لبنان؟ المدرسة الرسمية هي يجب أن تكون خيار حقيقي لكل الأهالي، لأنه حقيقة الخيار الآخر هو لا يمكن التفكير فيه. أنه خيار أن الطفل ما يتعلم مقابل أنه يروح لمدرسة واثقة من حالها، لمدرسة قوية، بس لأنه المنظور عنها، بس لأنه الفكرة عنها هو غير جيد، هذا أمر ما نتخيل أنه في أي أب أو أم يقبلوا على مستقبل ابنهم. فإحنا اللي أملنا أنه الأهالي أهاليهم أراءهم بالمدرسة الرسمية تتعزز ويجوا معنا لضمان مستقبل أطفالهم. بكل دول العالم المدرسة الرسمية يمكن هي المدرسة الوحيدة، وإذا في مدارس أخرى بتكون مدارس يمكن انترناشنال موجودة للناس اللي هن بيشتغلوا بالدبلوماسيات واتسترا. بس لبنان بنحس فيه وكأنه المدرسة الرسمية هي الأقل، هي اللي عندها الدونية بنصرة الناس لألا، وهذا الشيء نحن بنرفضه. أنا بدي أشكر مشاركتكم معنا اليوم، بنهاركم سعيد، أهلا وسهلا فيكم سونيا خوري وسلام عبد المنعم، أهلا وسهلا. ومشاهدينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.